هذا وتستنكر عائلة الوزان في مملكة البحرين ما نشرته قناة الجزيرة القطرية، مؤكدة أن المجتمع البحريني يقف متلاحما متماسكا خلف قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وأكدت عائلة الوزان أن هذه المحاولات الفاشلة لن تزيد المجتمع البحريني إلا إصرارا أكثر على المضي قدما بمسيرة التقدم بقيادة جلالة الملك المفدى.